متتبعي موقع اليوم 24، مرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه الأستاذ طارق البختي رئيس المنتدى المغربي للمستهلك وأستاذ جامعي. هذا اللقاء سوف نناقش فيه تطورات ارتفاع الأسعار وشكاوى المواطنين من غلاء المواد الغذائية الاستهلاكية. كيف تتابع جمعيات حماية المستهلك هذا الموضوع؟ ولهذا نستضيف الأستاذ البختي، مرحبا بك. مرحبا بك، شكرا. أستاذ البختي، هذا الموضوع ديال ارتفاع الأسعار الآن أصبح مؤرق للمواطنين. أنتم كجمعية حماية المستهلك كيفاش كتتابعوا هذا الموضوع؟ وشن هي الأسباب في رأيكم ديال ارتفاع خاصة المواد الأساسية اللي هي الخضار اللي ما عمرها سبق أنها ارتفعت بهذا الشكل الغير المسبوق؟ فبالفعل كما ذكرتي في التقديم ديالك وفي السؤال ديالك، فبينا كنعيشوا واحد ارتفاع غير مسبوق ومهول على مستوى الأسعار ديال المواد الغذائية عندنا في المغرب. وهذه ظاهرة ما وقعتش لمدة ربما سنوات، ولكن حتى ملي كانت كتوقع كانت كتكون واحد الحلول جذرية واحد التدخل آني باش كيتم يعني ضبط الأسعار ويرجع للثمن اللي كانت من قبل، بمعنى كيكون تخفيض الأسعار. هنا أنا نعطيك الأسباب، ولكن قبل، حنا كمنتدى مغربي للمستهلك كنهتموا بحماية المستهلك وهذا كينصب في الأولويات ديال العمل ديالنا. فبطبيعة الحال حنا هذه الظاهرة ديال ارتفاع الأسعار تبعناها بواحد النوع من القلق، لانه كيأثر اول حاجه على القدره الشرائيه ديال المستهلك، ولا حتى على السلم الاجتماعي، وايضا حتى على مستوى السوق بصفه عامه. فبالتالي الاهتمام ديالنا كيتزايد في البحث عن حلول اللي غتكون هي حلول جذريه وكتصب في مصلحه المستهلك ومصلحه المواطنين بصفه عامه، وايضا حتى البحث على مستوى الاسباب اللي كتؤدي الى تفاقم هذه الاسعار بواحد الشكل اللي هو مريب. فانطلاقا يعني من الدراسه التحليل ديال السوق المغربيه، فيمكن نرجعوا للاسباب او نلخصوها في عده اسباب اللي ادى ارتفاع هذه الاسعار. اول شيء هو ولينا كنعيشوا ما يسمى بالتضخم، والتضخم هو عنده ثلاثه المستويات. كاين تضخم كيكون ناتج على المستوى الاوراق النقديه، التعامل بالاوراق النقديه بمعنى كترتفع. ثم التضخم الثاني، النوع الثاني هو ملي كنلقاو ارتفاع ديال تكاليف الانتاج. والنوع الثالث هو اللي كنعيشوا حاليا، هو عندنا التضخم على مستوى العلاقه بين العرض والطلب، بمعنى ان عندنا العرض في السوق المغربيه اكثر بكثير من الطلب. فبالتالي ملي كيكون عندنا العرض قليل، وهذا كنعيشوا على مستوى الخضر، يعني كيؤدي الخضر اليوم كنا نقولوا بان العرض ديالها قليل، ولكن الا جينا نشوفوا من واحد الناحيه كانت في بعض المواد هو في الطماطم وفي البصله، ولكن وكان الثمن مرتفع، ولكن العرض اليوم راه كاين ورغم عن ذلك راه الثمن مرتفع. هذا هو اللي غيحلنا للسبب الثاني. السبب الثاني هو السبب ديال المضاربه. اذا عندنا المضاربه، عندنا السماصره، عندنا سياسه الاحتكارات من بعض الفلاحين او بعض الناس اللي كيعملوا على صح التعبير المنتجين او المهنيين اللي كيزودوا الاسواق بهذا الخضر. اذا المساله ديال المضاربه والاحتكار فخلات الاسعار ترتفع. كما كنعرفوا ان كان المشكل اللي كنا عانينا منه ودخلت الحكومه وحبسات او وقفات مساله ديال التصدير، كانت غالبيه الخضر الفواكه كيتم التصدير ديالها، وهذا ضر بالسوق الداخليه. اذا ولا حتى ذاك اننا نغطيو السوق الداخليه ولا صعيب، فبالتالي ولينا كنهجروا السوق المحليه وكنصدروا. حتى المواطن ما بقاش عندنا ذاك الاكتفاء الذاتي على مستوى المواد الغذائيه خاصه الخضر والفواكه. اذا هذا المضاربين بين عطيكنا غير الطريقه كيفاش كتتم او السماصيره. بطبيعه الحال راه كلشي كيعرفهم، راه ما يمكنش الاجهزه تكون ما كتعرفهمش. فاش كيديروا؟ والاغلبيه كيكون عنده ستوك، عنده واحد المخزون كيخزنوا في المستودعات. راه كتلقى دابا مثلا وهذا داير ملي كنوصلوا للسوق وكنلقاو بعض الفواكه اللي ماشي في الموسم ديالها وكتباع، فين كانت؟ كانت مخزنه، اذا كانوا كيستوكيو في الفريغو. حملات يعني دارتهم الحكومه وكان واحد العمل على مستوى الحكومي لمحاوله ضبط السوق، ولكن لم تؤدي اي نتيجه. ايضا وزيره الماليه وعدت بانه في بدايه رمضان ستنخفض الاسعار وغيكون العرض، ورئيس حكومة قال بأن هناك وفرة في العرض، فأين هنا المشكل؟ صحيح، أنا كنتفق معك في هذا الكلام اللي قلتيه، هو صحيح 100% ولا يختلف اثنان فيه. فني قبل غير ما نمشي لهذه النقطة هذه، غير تذكيرا بما سبق، هذه المسألة ديال المضاربة وهذه المسألة ديال السمسارة وهي السبب الرئيسي اللي أدت إلى ارتفاع الأسعار، إلى جانب سبب آخر أنا غنذكره. فالمشكل ديال السمسارة والمضاربة شنو كنلقاو؟ الناس كيمشيو عند الضيعة الفلاحية، كاين المضاربين كيشري المنتوج الفلاحي في الأرض باقي سور تيرا في الفلاحة في الضيعة، وكيبيعوا باقي في الضيعه في الارض، باقي ما جناش. انا كنشري وكيعاود نبيعو لك انت، وانت باقي ما جنيتيش كتعاود تبيعو لواحد اخر بثمن اخر. كيجي داك السيد اللي غيجني داك المنتوج يديرو يشارجيه، كيبيعو لواحد اخر وباقي سيور شارج، باقي عاد كيشارجيه.
قبل ما يمشي للسوق راه كيدو خمسه سته المضاربين، كاين اللي كيدي وما كيديش للسوق، كيدي كيخزنو كيحساكرو وعاد كيبيعو لك في الوقيته اللي اذا هذا مشكل ديال المضاربه. الى جانب سبب اخر هو مساله ديال ارتفاع الاسعار ديال المحروقات. السبب الرئيسي بغينا ولا كرهنا هو ارتفاع ديال المحروقات، ونرجعوا له في سؤال من بعد اذا كان متسع من الوقت. انا باش ترجع معايا لهاد النقطه، انا غنرجع للنقطه ديال الحكومه، انا غنرجع معاك انه غيكون وفره العرض وبين الاسعار تنخفض وما كتخافش بالعكس كترتفع. انا غنرجع معاك كما قلتي، احنا دقينا نقص الخطر. لا كمنتدى مغربي للمستهلك، لا فعاليه المجتمع المدني، لا جميع المواطنين، لا حتى بعض الفرق السياسيين في المعارضه، ولا بعد حتى المنابر الاعلاميه. اه كلشي دقنا قوس الخطر قبل رمضان، كيقولوا راه كاين المشكل ديال الاسعار، الغلاء ديال الاسعار. باش تم التوقيف ديال التصدير للخارج ديال المنتوجات الغذائيه ديال الطماطم وديال بعض الخضر، وبالتالي الحكومه وعدات، كان نعقلوا بان راه المنطق الرسمي باسم الحكومه كان خرج سوا عبر على القلق ديالو، قال لك ارتفاع الاسعار هو نتيجه لظروف مناخيه، كاين البرد، ولكن هذه الظروف المناخيه حاليا المستقره فين هو هذا البرد دابا؟ والغلاء اذا كنا كنربطوا التبرير ديال الحكومه ب العامل المناخي المتمثل في البرد، اذا البرد راه ما بقاش، الظروف المناخيه راه مستقره حاليا، ورغم عندك الاسعار. رئيس الحكومه حتى هو في التصريح الحكومه في مجلس الحكومه كان في واحد الرساله كنوجه لاعضاء الحكومه كيشكرهم على المجهودات اللي قاموا بها الى غير ذلك، وقال بانه كاين تدابير سوف يتم اتخاذها من اجل ضبط الاسعار ديال السوق وارجاع الاسعار الى ما كانت عليه من قبل ومكافحه المضاربه الى غير ذلك. فعلا شفنا واحد الحملات اللي هي دائما كتبقى ومسيمين تفاعلوا تفاعلوا مع هذا الشيء وخرجوا، ولقاو حملات، لقاو حملات، لقاو ناس مخزنين، لقاو بضائع محتكرين، لقاو فاسده متيسه الصلاحيه بيريمي الى غير ذلك. ولكن حنا هذه الحملات عندنا موسميه للاسف، ما عندناش الاستمراريه. حنا كنا كناديو بان يخدموا يوظفوا الناس مراقبين ديال الاسواق، والمراقب المهمه ديالو ماشي انه يجلس في المكتب، خصو يخرج للسوق. وفعلا تفاعلوا، كان تفاعل ما نكروش، كان تفاعل الحكومه، وتم اعلان على مبارده ل 100 موظف اللي يشتغلوا في الاسواق، هذا غير كافي. فبالتالي من بعد داكشي موسمي، نعطيك مثال، كيكون عندنا الحملات ديال التسممات او داك الطاجين ديال الازيلال، او كنتفاعلوا كنتحركوا، كطفى شويه عاوتاني كنجلسوا، كتموت شي كارثه عاد كنبقاو. اذا الحملات الموسميه ما كافياش، خصها مراقبه والضبط ديال السوق باستمرار، لان يوميا الانسان كيتقدى والاسعار. ثم حتى الغريب في الامر هو ان الوزير ديال الاقتصاد والماليه كان صرحات بان في رمضان غتكون الوفره ديال المنتوجات الغذائيه، وغيكون الاستقرار على مستوى الاسعار، والاسعار غتنخفض وغترجع الى ما كانت عليه. فاذا حنا نبينا قلنا ما يمكنش، قلنا رمضان من قبل، دائما في رمضان كتكثر هذه الممارسات المنافيه للاخلاق والمنافيه يعني المنافسه الشريفه، وما نضربوش القدره الشرائيه ديال المواطن المغربي. فاذا بحنا نبينا قبل، قلنا راه ماشي غير الخضار، راه حتى الاسماك وحتى الفواكه، وهذا الامر هو اللي وقع راه من النهار الاول، والعافيه شاعله في رمضان على مستوى الاسعار. فبالتالي حتى هذه الايام الاخيره الا شفنا دابا غير الاسواق ديال الاسماك، راه واحد الاسمان اللي شويه زعما مرتفعه بواحد الشكل كبير، والفواكه كذلك، وجميع المواد الغذائيه بما فيها الخضروات، اللحوم ما نهضروش عليها. فهذا مشكل بطبيعه الحال، بطبيعه الحال فعلا اكيد اكيد اكيد. حنا البوابه دائما للمواطنين كيتوجهوا لنا، كاين البوابه في الموقع ديال وزاره التجاره والصناعه، كاين عندنا البريد الالكتروني في الموقع ديالنا. الناس دائما المواطنين كيرسلوا لنا شكايات، اما كتعلق بحاله ديال التسمم، وقع لهم تسممات وكيطالبوا بالاجراءات، او نصحوهم او نوجهوهم، او كيشريوا بضائع مبالغ فيها ما كتتماشاش مع الطبيعه وجوده المنتوج، او منتوجات ما كتراعيش الصحه والسلامه، او كيشريوا منتوجات غذائيه خضر الى غير ذلك، فيها مواد ربما حتى كيديها للدار كيبقى فيها بعض مثلا فرماج فيه اللون بنفسجي لداخل منين كيحلى وكيلقى فيه اللون زرق، او كتلقى بعض الخضر منين كي دونك، او بعض الروائح في بعض دونك. وحتى مؤخرا لينا كتلقاو يعني اتصالات ديال المواطنين، وحتى الشكاوى ديالو فيما يتعلق بارتفاع الاسعار، كيقول لك الله يخليك انتم كمنتدى لحمايه المستهلك، واش ما عندكمش زعما شي مساعده في هذا الاطار باش تشوفوا من حالنا ومن القدره الشرائيه ديالنا، لان راه الاسعار مرتفعه لغرب الله. هو شي راه كنشوفوا مثلا المواطنين، راه دابا لقيتي الناس كيبكيو، ملي كتخرج الام بالابناء ديالها كتبكي ما لقات ما تاكل، ملي كتلقى واحد الراجل بالوداد ديالو بحال اللي كيخرج كيبكي ما كيلقى ما ياكل، فين وصلنا؟ كرامة المواطن المغربي اسمى من كل اسمى من اي شيء اخر. راه صاحب الجلاله في الخطابات ديالو، جميع الخطابات الملكيه، راه كياكد على الكرامه المواطن، كيقول لك الاهداف، الهدف الاول هو انني نضمن المواطن الكرامه ديالو، العيش الكريم ديالو. كرامه المواطن فوق كل اعتبار،
لا خط احمر كرم المواطن هو صاحب الجلاله دائما كيأكد على ان المواطن خصو تعطى واحد الرعايه الاجتماعيه ورعايه صحيه والكرامه ديالو والعيش السليم، ودائما كان كيحت على هذه الامور. والدليل لذلك هو المسلسل ديال الحمايه الاجتماعيه، وكذلك حتى النموذج التنموي، لان صاحب الجلاله في النموذج التنموي جعل المواطن هو صلب هذا، فبالتالي كنلقاو بان كاين واحد الاضرار ورغم ان هذا حق دستوري. اليوم سي بختي واش كتوقع بان الاسعار يمكن انها تزيد ترتفع او تبقى مستقره او ممكن تنخفض؟ شنو التوقعات ديالكم في المنتدى؟ واه اش نقول لك، هو كاين جوج ديال الاحتمالات. الاحتمال الا بقى الوضع كما هو عليه راه الاسعار غترتفع، وغتبقى في الارض نفس الارتفاع وربما ترتفع اكثر، رغم ان التصدير ما كاينش ولكن ربما غترتفع، لان كنعرفوا اول حاجه في رمضان كيكون الطلب اكثر من العرض. اذا هذاك المنتج او ذاك السيد البائع ملي كيلقى الطلب كثير بطبيعه الحال راه كيبيع باش ما بغى، لا راقب ولا حاسب. وحتى اللي جند المراقبه فينا هي حتى الاجراءات ديال يعني التدابير اللي كدير على مستوى المراقبه من الزجر والعقوبات الى هذه كل امور. إيه كنقول بان حريه الاسعار المنافسه إيه امر جميل، ولكن في حدود معقوله، كاين ضوابط قانونيه، كاين حالات استثنائيه خصنا ندخلوا ونوقفوا هذه الامور. يعني انت مع ان خص الحكومه تدخل باش الحكومه خصها تدخل هي خصها تدخل. انا نقول لك علاش المساله ديال الاسعار، اذا بقى الوضع كما هو عليه ربما غترتفع. راه كاينين الناس ربما اللي كانوا شراو مخزون ديال 30 او 3 سنوات في بعض البضائع ربما ماشي غذائيه وباثمنه اقل، وكيبيع لك بثمن باش ما بغى، كيقول لك راه كلشي غلا، اذا حتى هو كيلقى المبرر. ثاني حاجه فالحكومه هذه ما دخلاتش، ربما الاسعار تقدر تنخفض الا دخلت الحكومه، وهذا الدور ديالها الدخل باش تخفض الاسعار، تخفض الرقابه. كاين حل هو ان هذوك المنتوجات الغذائيه هذه الخضروات او السله والفواكه وما شابه ذلك ما بقاش ياخذها هذاك السيد من عند المنتج من الضيعه، حبه لو ان الحكومه هي تقوم بهذه العمليه هذه في الضيعه، الوقف انا في الضيعه، لان هذوك الفلاحين كياخذوا واحد الدعم وعندهم اعفاء الضريبيه، اذا ناخذ من عنده من تمايا ونحدد الهامش ديال الربح، كندير له الخبره فلاحيه وخبره تقنيه، بشحال تقام عليك هذا المنتوج هذا، اذا ها بشحال تقام عليك وبشحال خصك تبيع، وهي توقف على العمليه ديال البيع في الضيعه، وبشحال غيدخل للسوق وتوقع عليه حتى يدخل للسوق ديال الجمله، وبشحال خصو يخرج يتباع. اذا كان عليه ديال الضبط راه سهله الامور، او على الاقل تاخذوه هي وهي تسهر، هي تشري وتسهر على اعاده البيع ديالو، وهذا امر جميل في حد ذاته، وغيعطينا ما يسمى بالعداله الاجتماعيه، وغيسامح حتى في التحقيق ما يسمى بالامن الغذائي اللي ولا ولا عندنا مشكل. انا نقول لك المساله ديال المحروقات، فهنا هذا المساله اللي قلتي ديال الاسعار، ف كاين حاله هو مثلا عندنا حريه الاسعار المنافسه، كيقول لك لا ما يمكنش بعض المواد الاساسيه غذائيه السكر الزيت هذاك الشيء تدخل كدوله كتدخل، ولكن كيقول لك حريه المنافسه والاسعار، هذه حريه المنافسه والاسعار راه ضرات بالمواطن المغربي، لان ما كاينش احترام ديال القواعد المنافسه الشريفه، كل واحد كيبيع باش ما بغى، خير من مساله المحروقات. ما علينا ان الدوله عندها الحق تدخل دير تسقيف الاسعار، تسقف الاسعار دي حاله استثنائيه، كما كنا في كورونا كنا مثلا كانت عندنا حاله استثنائيه ودرنا حاله الطوارئ، راه ندير سيدي القانون ملي كيمشي القانون ديال حريه المنافسه الاسعار نجد الماده 4 كتعطي الصلاحيه للحكومه ان في مده معينه او لمده معينه مؤقته تقوم بتسقيف الاسعار. اذا باش اول حاجه الاسعار تستقر، ثاني حاجه نحقوا السلم الاجتماعي ونتفادوا الاحتقان الاجتماعي ونساهموا يعني في الحفاظ على القدره الشرائيه للمواطن. المساله ديال المحروقات راه عامل اساسي كامل في هذه الحلقه هذه، لان فعلا فاش كان البرميل والحرب الاوكرانيه والتداعيات ديالها ديال 100 دولار 100 وزياده هبط شويه 80، المحروقات باقا مرتفعه في المغرب، الدول المجاوره كلها خفضات، دابا راه كيدير 75 70 65 او يوصل الى نقولوا 70 او حتى 75، بمعنى راه السوق العالميه البرميل بين المكرر ارتفع ماشي المكرر. اي ولكن رغم عن ذلك راه الثمن نزل، راه ملي كي سواء المكرر او غير المكرر ملي كيطيح القيمه في السوق ديال البرميل راه كتسل سميتو كينقص، فبالتالي بقيه الاسعار مرتفعه. شركه المحروقات بدات كتمتص الجيوب ديال المغاربه، هذا كيؤدي لاستنزاف القدره الشرائيه ديالهم، وبالتالي حتى المهنيين اللي كيقوموا بنقل البضائع كيقول لك انا راه مضطر انني نزيد شويه في الثمن، كيقول لك المحروقات راه الثمن مرتفع، رغم ذاك الدعم الثمن مرتفع، فبالتالي كاينه سلسله، اذا المحروقات ارتفع المهني كيرفع الثمن، هذاك السيد اللي كياخذ عنده حتى هو كيحيد المصاريف ديال النقل لانه كيدخلها كيدير واحد الهامش الربح كيدير اعاده البيع، المستهلك او المواطن هو الحلقه النهائيه اللي كتوصل بالمنتوج كيلقاه غالي بزاف. اذا لو بديك المحروقات عندنا في الثمن ديالها او نقصنا منها او تمت اعاده النظر فيها، الا نقصنا اوتوماتيكمون بصفه تلقائيه راه الاثمنه غتنخفض واحد شويه،
هذا المشكل. فربما مساله ديال تسقيف الاسعار على مستوى هذا القطع ديال المحروقات بالاساس غيؤدي الى ثبات الاسعار. وهذا الامر هذا ماشي جاي من فراغ. راه مجلس المنافسه في التقرير ديالو عطى بان المشكل ديال المحروقات هو مشكل كبير، والامكانيه ديال التسقيف هو اللي خلق هذا المشكل هذا، حتى الارباح اللي حد اللي ربحات الشركات. ثاني شيء هو مساله ديال ان التقرير ديال البنك المغربي راه شان دق نقص الخطر في هذا الاطار هذا، بان هذه الحريه ديال اسعار المنافسه خلات ان بنك المغرب انه لثالث مره يرفع الفائده 3%. اذا هذا في حد ذاته غيساهم في واحد التضخم بشكل كبير، والتضخم فعلا راه حنا كنعيشوه، هو اللي تضخم بنيوي. واللي المندوب السامي للتخطيط في خلال التصريح ديالو قال بان عندنا تضخم كبير وصل ل 10% وغيؤدي لاستنزاف القدره الشرائيه للمواطن المغربي. اذا ملي كنستنزف القدره الشرائيه والغلاء ديال الاسعار غيعطينا واحد التلبيات، واحد الانعكاسات اللي هي سلبيه على الامن الغذائي ثم على الصحه ديال المواطن المغربي. لان واحد الوقت شنو غنبقى هذاك المواطن المغربي ما غيقدرش انه باش يشري الغداء ديالو، ما يبقاش ياكل، اما غينقص من الوجبه الغذائيه ديالو، ولكن كيدير ثلاثه ديال الوجبات غيدير وجبه، او ما غيقدرش يدير وجبه غذائيه، هذا غيؤدي الى نقص التغذيه وسوء التغذيه، من ثم الاضرار بالصحه ديالو، غتولي عندنا امراض ثم ادويه، اذا السيد ما لقى حتى باش ياكل غنوليو في الدواء، هذا مشكل. فهذا المشكل حتى ديال الاسعار عنده علاقه اخرى باش بالتوجه العام على مستوى الاختيار او الخيارات الزراعيه او الفلاحيه. فيما يتعلق باللحوم، يعني لجأت الحكومه الى استيراد الابقار يعني من البرازيل، ولكن هذا الاستيراد يعني لم يظهر لحد الان الاثر ديالو في السوق بالنسبه لانخفاض الاسعار اللحوم. يعني كيفاش تابعتوا هذه العمليه خاصه من حيث الاسعار ومن حيث جوده هذه الابقار كجميع؟ فاللي يمكن لي نقول في هذا الاطار هذا هو هذه المساله ديال الاستيراد ديال الابقار البرازيليه، باش نعرفوا واش عندها الجوده ولا ما عندهاش، ما يمكنش لينا حنا نعرفوا، لان هذا الشيء كيتعرف في المصالح البيطريه. دونك المصالح البيطريه والمصالح المختصه بالسماح لهذ الابقار تدخل بالمغرب، يعني كتكون واحد الشهاده اللي كتجي من البلد المنشئ كتثبت السلامه والخلود ديال هذ الابقار من الامراض المعديه وعندها واحد الجوده. واحد النوع من الابقار كبيره، حنا ما نشوفوش كبيره من حيث الوزن ديالها ولا نشوفوا الحجم ديالها او الشكل ديالها، راه يقدر يكون الشكل كيبان لك البقر يعني انه سمين كبير، تقدر تلقى فيه واحد الامراض داخليه، تقدر تلقى فيه واحد الامراض معديه ما كتعرفش، لان راه المتغيرات المناخيه مع البحار ومع هذا تقدر. فبالتالي ملي كيخرج من البلد المنشئ كتعطى واحد الشهاده تثبت صحه خلو ديالو من الامراض، ولكن راه خصو 40 يوم ديال الطريق باش يبقى في المحجز. هذا خصو لان علاش قدر ديك 40 يوم يقدر يبان واحد الديفو واحد العيب، يقدر يبان واحد العيب. فملي كيجي دابا حنا ما نقدرش نعرفوا علاش، لان ما عندناش دابا الاليات باش نعرف المصالح البيطريه المخصصه، خص تعاود التحاليل الى غير ذلك. ثاني حاجه اللي يمكن هو المواطن اللي غيشري من بعد، واش غيتصاب بشي مرض ولا ما يتصابش، من حيث المذاق، من حيث واش كاين شي تعفن، واش كاين، الله اعلم. اللي نقدر نقول هو ان رغم الاستيراد ديال هذه الابقار هذه كنا نتوسم الخير في ان على الاقل كما قالت الحكومه ان الاسعار تنخفض ديال اللحوم، ولكن اذا بها نفس الاسعار اللي ذات هي راه ما انخفضتش الاسعار. باقي كاين بعض الناس اللي كيستغلوا في الميدان ديال الجزاره كاين اللي حيد 5 درهم 10 درهم، ولكن الاسعار اللي زالت هي كيصور لنا كما هو الحال كما هو عليه سواء قبل الاستيراد او بعد الاستيراد، فلا زال ان الثمن ديال اللحوم مرتفع. ما هي الحلول الاخرى اللي كتقترحوها في المنتدى لضبط الاسعار ولحمايه المستهلك والحفاظ على القدره الشرائيه للمواطنين؟ ففي هذا الاطار يمكن ان نتبناو مجموعه ديال الحلول، كتبقى مجرد حلول واقتراحات، ولكن في نظرنا انها كتبان انها فعاله وتعطي واحد يعني نتيجه ربما ايجابيه. هذه المساله ديال المراقبين اللي تم يعني اعلان على المباراه ديالهم، فبالنسبه لنا كنشوفوا مئات مراقب هو بالنسبه للمغرب كامل غير كافي. انا حب هذا لو ان تخصيص واحد المناصب ماليه لاكبر عدد من المراقبين، نعطيهم الاليات اللوجستيكيه اكيد ونعطيهم الوسائل اللوجستيكيه ونعطيهم التكوين وان يخدموا بشكل يومي، يعني مراقبه يوميه، وتكون واحد التدابير مواكبه كتمثل مثلا في اتخاذ قرارات بالاغلاق، مثلا الاشخاص اللي كيرفعوا الاسعار غرامات ماليه كبيره، مثلا انه يتمنع من مزاوله المهنه اللي يعني لفتره معينه، لان الانسان اللي كضربوا في جيبه راه كيخاف. ثاني حاجه هو ان هذه المساله خص الحكومه تتواصل شويه، تعطينا واحد المعطيات اللي هي دقيقه واللي هي صريحه، هما المضاربين عارفينهم، يمشوا لهم مباشره. ماشي المواطن اللي غيمشي يقلب لهم على المضاربين، راه كنعرفوا شكون هما اللي شادين السوق، شكون اللي عنده البطاطا في المغرب، شكون اللي عنده البصله، شكون اللي عنده الدلاع، شكون اللي عنده لافوكا، شكون اللي كيوزع على السوق المغربيه وحنا غاديين.
هذه راه مسائل معروفه. ثاني حاجه هو ان حبذا لو على الاقل في هذه الازمه هذه نحيدوا التيفيا، هذيك الضريبه على القيمه المضافه اللي كيخلصها المستهلك نخلصها انا وانت والاخر والاخر، ما خصناش نخلصوها، نتعفوا منها على الاقل. كتبان هي راه بسيطه ولكن راه عندها واحد الدور كبير، ملي كتشري هذه وهذه وهذه راه كتوفر بزاف على الاقل في هذه الفتره الحساسه. في هذه الفتره الحساسه نحيدوا التيفيا، نخليو المواطن على الاقل انه يساعد العافيه ديالو على مستوى القدره الماليه ديالو. ثاني شيء على الاقل نسقفوا الاسعار في مجال المحروقات، خص الاسعار لابد انها تسقف. ثاني شيء او شيء اخر هو ان نعاودوا النظر في الاستراتيجيه على مستوى الزراعات اللي كنختاروا. كانت عندنا واحد النوع ديال واحد الزراعات في المغرب، وكان عندنا الامل الغذائي بطبيعه الحال، كانت عندنا الزراعات البوريه والسقويه الى غير ذلك، فكنا كنديروا الطماطم الخضر على انواعها الى غير ذلك، وكان عندنا داك عباد الشمس ملي كنكونوا غاديين في الطريق كنشوفوا داك النوار ديال عباد الشمس، بمعنى الزيز ديما كانت عندنا في المغرب. ولكن تم واحد التحول، ربما خدينا واحد النهج ربما خاطئ، ربما خاطئ، هذا في تصور في الاعتقاد الخاص ديالي ربما خاطئ، لان ولينا كان غالبيه الفلاحين والاصحاب الضيعات الكبرى ولكن كيمشيو كيركزوا على واحد المنتوج معين، وغالبا المنتوجات الفلاحيه اللي كتستهلك نسبه كبيره من الماء بحال الفريز لافوكا الدلاح، هادو كلهم كيستنزفوا الفرشه المائيه، وبالتالي حتى ملي كناخذوهم كنصدروهم ما كنمتعوش المغاربه بهم، ما كنزودوش السوق الداخليه. فبالتالي نقدروا بان راه غادي في واحد التوجه غدا لعبدو، كنخاف اننا نستوردوا الخضر من المغرب خارج المغرب، بشحال غنبيعوها الا جبناها، فما بالك هي عندنا في المغرب كنتجوها وكنبيعوها غاليه، الا استوردناها بشحال غنبيعوها للمواطن؟ بمعنى غيولي المواطن يستحيل انه يشري غير الخضره، غيبقى غير يشوف فيها. وحنا بلد فلاحي، وحنا بلد فلاحي، فبالتالي حتى الزيوت لو كان حافظنا على ديك عباد الشمس باقي كنزرعوه ما غنوصلوش لهذا الشيء هذا. وكاين حاجه اخرى هو ان المساله ديال الدوله، كتقول لك الحكومه، كتقول لك بان كاين عجز على مستوى الاقتصاد، فعلا كاين واحد النمو ضعيف نتيجه هذا 1% او 1.2، ولكن هذا الغلاء ملي كنلاحظوا غير مع الفتره ديال كورونا كنت تما فين خص يكون الغلاء، ماشي دابا. ولا حنا في كورونا الدوله كانت كتعطي الدعم 2000 درهم للمواطن اللي فقد الشغل ديالو 3 شهور، وديك البقيته كان ركود على مستوى السوق العالمي، الاقتصاد ناعس، الاقتصاد العالمي، وكنعطيو 2000 درهم منين جات. ودابا الاقتصاد اللي منتعش والحركيه كاينه والمبادله التجاريه مع الدول الخارجيه كاينه وكاين العمله الصعبه، كنقول اذا على الاقل فيه تعطيك 2000 درهم خصك تعطيها عاوتاني داك المواطن الفقيد الشغل ودوك الارامل. هنا كنقول له كاين العجز، هذا حتى شو اشكال. فبالتالي بطبيعه الحال كنشوفها مجموعه ديال التدابير، الدوله فعلا خصها تزيد هي كتقول بانها كتقوم، حنا ما كنكروش، كتقوم بالكشي اللي عليها، كتقوم بالواجبات ديالها، وكتقوم باتخاذ الاجراءات اللي كتبان لها مناسبه، ولكن ضعف المجهودات على الاقل الضبط في هذا الشهر الفاضل، ضبط السوق، المراقبه ديال السوق، الدخل باش تنزل الاسعار، كاين شي دعم بعض المواد الاستهلاكيه، لان الناس في رمضان كما كنعرفوا كيكونوا اكثر استهلاكا مقارنه مع باقي الشهور. أستاذ طارق بختي رئيس منتدى المغربي للمستهلك، شكرا جزيلا على هذه التوضيحات والى اللقاء. شكرا لك على الاستضافه وفرصه طيبه ان شاء الله. متتبعي موقع اليوم 24، شكرا على تتبعكم والى لقاء قريب.